نعم، أني كنت أراهن وأعول على الأمريكان أن يسقطون نظام قتل 4 ملايين إنسان. ما مو دائما أقول من أهلي 21 واحد، لا لا لا، 4 ملايين عراقي. راح تقول لي شلون 4 ملايين؟ تقدر تعطيني دليل إنه 4 ملايين قتل صدام؟ نعم أعطيك دليل. شلون ما أعطيك دليل؟ باعتراف صدام ومادلين أولبرايت إنه الحصار قتل 2 مليون. إن شاء الله تقول لي الحصار ما له علاقة صدام فيه وما له دخل. شلون ما له؟ هو شلون انفرض الحصار؟ مو من غزة الكويت؟ وقالوا له اطلع لنوجه لك عقوبات، وهذا ما رضى يطلع ووجهوا له العقوبات. لو انا غلطان ذاك اليوم 1990، واغبى قرار في تاريخ العراق، ولدى حاكم سياسي غبي ودماغ سز جابك على الكويت لك التغير. ما تتعظم تجارب التاريخ. المهم هاي 2 مليون بالحصار، 1 مليون بالحرب العراقية الإيرانية، هاي 3 ملايين. 3 ملايين بقى عندنا 1 مليون، صح لو لا؟ إحصائية الأمم المتحدة 150 ألف في عاصفة الصحراء عام 91، 252 ألف يعني 250 ألف إعدامات، 182 ألف كردي برزاني ذبحهم صدام. وأخيرا في الحرب 2003، لحد الآن نتحدث عن رقم 100 ألف ضحية. صار 1 مليون، لو ما صار 1 مليون، صار 1 مليون. وهذا تريدني